مش عارفة صيغة السؤال ممكن يعني تبقى فيها حاجة. الولاد الصغيرين دايما يقولوا لنا ليه كل حاجة طعمها حلو، دايما تقولوا لنا في الآخر إنها مضرة. يعني أي حاجة من الساندوتشز اللي مليانة برجر وصوص والجبن اللي موجودة عليها زيادة، حتى يمكن السوشيال ميديا ساعدت الناس إنها دلوقتي تنسى طريقتنا في الطبخ العادية اللي هي خضار ورز وبروتين، لأن الناس بقت تفضل تحط كميات مهولة من الجبن المصنعة مش الجبن في الشكل الطبيعي، ودي مليانة دهون يا دكتورة ممكن تكون بتأثر وإن كان طعمها حلو جدا. إزاي نقدر نوازن ما بين الحاجتين؟ هو كل ما كان كمية الدهون في الأكل كتيرة كل ما طعم الأكل أحلى، والدريسنج اللي بيتحط على الأكل الصوصات يعني لا غبار عليها زي ما بيقولوا كده، فده طبعا بيدي طعم وكده، بيدي طعم حلو، بس في المقابل هيبقى فيه سعرات كتيرة بتأدي للسمنة وتراكم الدهون في الجسم، وكمان بترفع ممكن سوء الاستهلاك كده على طول ممكن بيرفع لنا نسبة الكوليسترول في الدم، وممكن السكر وامراض القلب والضغط، يعني بيعرض الشخص انه يصاب بعد كده حتى لو هو صغير بيتناول الحاجات دي لما يكبر هيبقى عنده امراض ايه. فعشان كده الاعتدال يمكن مطلوب. البناء الجسدي للاطفال بيتغير، يعني بنشوف اطفال صغيرين الولاد عندهم تثدي، البنات عندهم تراكم دهون في بعض الاماكن اللي ما ده من الأكل مش الغير في سنهم المفروض يكون الموضوع ده الاكل الغير صحي. لازم احنا نمشي على نظام صحي، ويبقى الطفل من هو صغير يعني سلوكه الغذائي بيتبني من هو صغير. صحيح. من هو بيرضع سلوكه الغذائي بيتبني، فبالتالي لازم يبقى بيمشي بيبقى عارف ايه الصح اللي ياكله ايه اللي احنا مش مفيش حرمان، ممكن ياخد من حاجه هو نفسه فيها بس بكميات صغيره ومش وفترات ايه مش متقاربه، يعني فترات بعيده لان مهمه كمان يعني حتى لو يعني الكميات قليله من الدهون المشبعه والدهون الحيوانيه لكن احنا جسمنا محتاج لبناء الجسم. يعني الدهون دي احنا محتاج بعض الفيتامينات بتنتقل عن في الجسم ويحصل امتصاص عن طريق الدهون، فالدهون دي احنا محتاجينها، وكمان يعني بتعمل بتحمي الاجهزه يعني في البرد الواحد بيحس بايه كانسوليت كده بالحراره بتاعت الحراره اكلت تقيله فبتحس انك فهي الدهون ليها وظايف يعني حتى في وظايف الايض والتفاعلات الكيماويه اللي في الجسم وكده بيبقى ليها فوائد. الخلايا نفسها تركيب الخلايا بيبقى فيها دهون، فالدهون بيبقى ليها يعني فوائد كتيره في جسم الانسان. عايز اعرف من حضرتك اكتر بالنسبه للدهون النباتيه، اي حد دلوقتي بيتفرج علينا وخصوصا المصابين بامراض زي السكري والارتفاع الضغط او غيره وعايز يحول نظامه الغذائي، عايز لانه جزء من العلاج انك تحافظ على نظام غذائي يعني منضبط يعني. طيب لو عايزين نكلمه ونقول له طيب الدهون النباتيه دي يشتغل عليها ازاي؟ حضرتك قلت لنا زيت الزيتون والكبتان وغيره، السمسم، في كمان المكسرات مثلا. المكسرات دي من الحاجات اللي بيبقى بس برضو يعني بيبقى فيها دهون مفيده بس لازم برضو الكميه اللي بياخدها من اي من يعني احنا القاعده ان احنا بناخد او معظم اكلنا يبقى فاكهه وخضار. فاكهه وخضار ده القاعده. يبقى فاكهه وخضار ده بيبقى فيه بنضمن ان عندنا فيتامينات املاح سعرات قليله والواحد بيحس بالشبع. وبعدين بنقلل يعني عارف حضرتك اللي هو الهرم الغذائي بتاع او الشرق الاوسط اللي هو بيبقى القاعده الفاكهه والخضار زيت الزيتون بيبقى موجود في الاكل. الاسماك دي على الاقل مرتين في الاسبوع بيبقى فيها اوميجا 3 اللي هي بتبقى مفيده في الجسم وخفض نسب الدهون في الدم وبيبقى ليها تاثير على الايه التركيز والعقل وكده. برضو يعني نقلل بقى من النشويات والسكريات لان الكتره في السكريات بالذات الفركتوز ده بيؤدي الى بيتحول لدهون بعد كده كمان في في الجسم. والحاجات بقى اللي هي اللحوم الحمراء بنقلل برضو ايه منها بتبقى موجوده عند ايه نهايه الهرم على اساس ان احنا بناخد منها كميات ايه قليله. والرياضه